الغرب يكثف زيارته للقاهرة بحثا عن وقف إطلاق النار في غزة. بعد يومين من الإنكار، الاحتلال يعترف بفقدان أحد جنوده في القطاع. والاتحاد الأوروبي يعلن تقرير مراقبة انتخابات الرئاسة ويبحث في القاهرة انتخابات البرلمان. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون النهار. الواحدة تماما، أهلا بكم. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يزور القاهرة حاليا لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وكان كيري قد التقى صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكري، وناقشا خلال اللقاء الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الجهود الدبلوماسية التي خص بها الغرب القاهرة تواصلت منذ الأمس، ففي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أكد بان كي مون تأييده للجهود التي تبذلها مصر من أجل نهاية الوضع الحالي في قطاع غزة. وأوضح مون أن زيارته لمصر تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية للقاهرة، وناشد جميع الأطراف ضرورة وقف إطلاق النار. مصر هي أساس العملية السياسية بشأن الوضع في قطاع غزة. الأطفال والنساء هم الذين يدفعون الثمن في القطاع، لذا أطالب بتوقف العنف من جميع الأطراف وبإعطاء المساحة لإنقاذ الضحايا وبوقف فوري لإطلاق النار. ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر لا تعتزم إجراء أي تعديلات على المبادرة التي تقدمت بها لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أنها تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. لا تعتزم إجراء أي تعديل على نص المبادرة التي تقدمت بها من منطلق الاقتناع التام بأن المبادرة شاملة وتؤدي الغرض في وقف القتال وحماية الشعب الفلسطيني في غزة من سفك الدماء والتضحيات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة خلال هذا التصعيد الخطير للاستخدام المفرط للعنف والقوة. فالمبادرة بتشمل عنصر حماية الشعب الفلسطيني بالمطالبة بوقف الاطلاق الفوري، أيضا بتتيح فتح معابر لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، وأيضا بتتيح إطار للتفاوض حول الموضوعات ذات الاهتمام لكلا الطرفين، والتي من شأنها أن أيضا تصب في صالح الشعب الفلسطيني. كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أمله في أن يتم وقف إطلاق النار على قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. وقال العربي في مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن مناقشات مجلس الأمن بشأن غزة غير كافية لوقف إطلاق النار، معبرا عن أمله في بذل مزيد من الجهد من أجل إنقاذ المدنيين ووقف العنف. ميدانيا، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم هجومه الجوي والمدفعي المكثف على قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا. وعلى الجانب الآخر، أكدت إسرائيل فقد جندي لها في غزة بعد يومين من الإنكار. بعد يومين من إصرارها على الإنكار، اعترفت تل أبيب بفقد أحد جنودها في قطاع غزة في تأكيد لما كانت قد أعلنته كتائب عز الدين القسام عن أسر جندي يدعى شاؤول أرون. وكان جيش الاحتلال قد أكد الأحد الماضي انتشال 6 جثث لجنود كانوا بداخل مدرعة استهدفتها المقاومة في غزة، فيما ظل يبحث عن جندي سابع لم يعثر عليه مع زملائه. لكن على الرغم من إعلانها فقد الجندي، لم تقر تل أبيب بأسر المقاومة له، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتقد أنه قتل هو الآخر خلال الاشتباك مع رجال المقاومة. وبينما تدك غزة بحرا وبرا وجوا، تلقن المقاومة جيش الاحتلال درسا جديدا في القتال على الأرض، إذ كشفت إسرائيل عن مقتل 7 من جنودها يوم الاثنين في اشتباكات مع حركة حماس، ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال يومين إلى 25 جنديا.
وكانت كبرى الخسائر في صفوف الاحتلال يوم السبت الماضي، إذ قتلت المقاومة 13 جنديا من لواء جولاني، أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل. وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، ما زالت إسرائيل تقف على جرفها الذي قد لا يظل صامدا إذا ما واصلت المقاومة نجاحاتها التي تحققت خلال الثلاثة أيام الماضية، على الرغم من سقوط أكثر من 540 شهيدا حتى الآن. إسلام يحيى، النهار اليوم. أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن حادث الفرافرة الإرهابي الذي راح ضحيته 22 شهيدا من ضباط وجنود حرس الحدود. جاء ذلك على حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ قالت الجماعة إنها مسؤولة عن تفجير كمين قوات حرس الحدود بالفرافرة وقتل الجنود والضباط بأسلحة جرينوف وكلاشينكوف وقذائف RPG. نددت الولايات المتحدة بالهجوم الذي استهدف نقطة حرس الحدود وأسفر عن مقتل 22 جنديا، وقالت ماري هارف متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستمرة في دعم القاهرة في مكافحة الإرهاب. كما أدان الاتحاد الإفريقي الحادث الإرهابي الذي استهدف الجنود المصريين بالوادي الجديد، وذكر بيان أن الاتحاد يدين بشدة قتل الجنود بالقرب من المناطق الحدودية مع ليبيا والسودان، واصفا إياه بالعمل الجبان، كما أعرب عن تضامنه التام مع حكومة وشعب مصر. ومن جهته زار اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية أسرة الشهيد النقيب محمد درويش في منزلهم، والتقى والدته وشقيقه لتقديم واجب العزاء. وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة العبور التجريبية المتميزة بشارع فؤاد، والتي تقع بالقرب من منزله ومنزل أسرته تخليدا لذكراه. نفس الشارع ونفذ الريم على طول قبل ما الاجراءات، يعني تعمل اللوحه وتغير الاسم وبعدين الاجراءات بعد كده، لان احنا اجراءاتنا بطيئه. ردود الفعل لا تزال مستمرة في جميع محافظات مصر، ففي أسوان أعلن عدد من السيدات في المحافظة الامتناع عن عمل مخبوزات العيد حزنا على شهداء مذبحة الحرس. احنا طبعا مش هنخبز بسكوت ولا كحك عشان خاطر ولادنا اللي ماتوا شهداء، ده ربنا ما يرضاش بالظلم كده، حرام حرام بالظلم ده اللي يموت الشهداء دول بتوع الدش دول، حرام. احنا في حالة حزن شديد شديد على شهداء الوطن، لأن ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي أي حد ولا في أي دين. احنا في رمضان كنا متعودين ان احنا بنخبز كحك وبسكوت، الحاجات اللي هي بتفرح الناس، بتبان الفرحة على الوش، انما احنا القلب حزين. عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات مؤتمرا صحفيا لمناقشة آليات وتوصيات الرقابة على الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية، كما يناقش التحديات التي يواجه الحكومة في انتخابات البرلمان المقرر عقدها الشهر المقبل. كما أعلنت البعثة تقريرها حول الانتخابات الرئاسية التي أجريت بمصر نهاية يونيو الماضي. قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة وعدد آخر من الوزراء أمس استعرض خطة إنشاء الطرق المستقبلية للدولة، وذلك بإضافة طرق جديدة إلى شبكة الطرق القائمة بالفعل. وأضاف أن الرئيس وجه بأهمية تنفيذ شبكات طرق طبقا للمواصفات العالمية. هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل. وزارة العدل تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان قرارات لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة المحظورة. أهلا بكم من جديد. قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان في مؤتمر صحفي إن قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان لن تؤثر على الاقتصاد. ما يتم من إجراءات بالنسبة للجنة فلا علاقة له بأنه هيأثر سلبا على مناخ الاستثمار، لأني كما قلت هذا شيء وهذا شيء آخر، وإنما القصد
من ذلك هو خلط الأوراق بعضها ببعض بأن ما تتخذه اللجنة من إجراءات، وخاصة وأنهم يروجوا أن اللجنة تقوم بالغلق وبالمصادرة وبأشياء أخرى تعوق الاستثمار. اللجنة بترد وبتقول هذا الكلام غلط، اللجنة لا تقوم لا بالغلق ولا بمصادرة، لأن الغلق والمصادرة لا يكون إلا بحكم قضاء. تستأنف اليوم المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة. وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري قد تقدمت للمحكمة بطلب رسمي لحل الحزب بعدما تحصلت على مستندات تثبت مخالفته لشروط عمل الأحزاب. وطبقا للمادة 17 من قانون الأحزاب السياسية يتعين على المحكمة الفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة النظر. قضائيا تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوة حجازي إلى جانب طبيبين آخرين بتهمة تعذيب معاون مباحث ومندوب شرطة واحتجازهما خلال اعتصام الجماعة وأنصارها في ميدان ربيع العدوية. كانت النيابة قد أسندت إليهم تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها ومقاومة السلطات والبلطجة والشروع في القتل. وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة بورسعيد في طريقه إلى محافظة الدقهلية، وذلك لمشاركته في حملة إزالة التعديات على بحيرة المنزلة. ويستعرض محلب مجهودات رجال قوات الأمن في تطهير بحيرة المنزلة وإزالة التعديات عليها. يواجه قطاع السكة الحديد العديد من الأزمات، على رأسها تدهور أحوال المزلقانات التي تتسبب في رفع معدل حوادث القطارات. التقرير التالي يرصد أزمة المزلقانات في مصر. دقت الأجراس بلونها الأحمر القرمزي تعلن عن اقتراب وقت الخطر، ولكن يبدو أنها ليست كافية لإعلان حالة الخطر. على شريط السكة الحديد يقف مصطفى درويش عامل المزلقان، كل مهمته تتلخص في الوقوف على باب المزلقان وفقا لمواعيد القطارات، يغلق المنفذ ويمنع المارة من العبور. قد ينجح أحيانا وأحيانا أخرى لا ينجح. في الهيئة ما عندناش غفرة مزلقانات كتير، في عندنا شركات ممكن نستعين بيها، دي من بعض الحلول. دي حاجة. تاني حاجة، ليه انت ما توفرش العمل ده؟ دي بتضامن من وزارة الداخلية مع وزارة النقل، لان احنا لازم في ناس بيعتدوا على غفير المزلقان ده، هو واقف على المزلقان اذا قفل الاشارة. اي غفير مزلقان عامة محطوط كبش في ده لأي مشكلة، اي حادثة، اي مشكلة تحصل، غفير المزلقان ده اساسا ملوش اي لازمة اصلا، في سبيل ان احنا المفروض احنا واجد السكة حديد، احنا حادثه المزلقان بيشيل فيها وزير وبيشيل فيها غفير. ولان مسؤوليه وقوع كل هذا القدر من الحوادث لا يتحملها شخص واحد، نجد تقرير اصدره الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء عن اسباب حوادث القطارات، والتي جاء على راسها تدهور احوال بوابات المنافذ او المزلقانات، حيث بلغ معدل حوادث القطارات بسببها 4.4 حادثه عام 2013 مقابل 1.9 حادثة عام 2012، يليها تسبب 65% و2 من العمالة في وقوع الحوادث عام 2013. وأخيرا تأتي الحالة الفنية للسيارات في وقوع الحوادث بنسبة 18.3%. وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت معدلات حوادث القطارات العام الماضي إلى 74.4% عن الأعوام السابقة، وذلك للقصور في الاهتمام ببوابات المنافذ أو المزلقانات. الشعور بالمسؤولية يدفع عمال المزلقانات لتقديم الشكاوى المستمرة من سوء المزلقانات التي تسببت كل فترة في إحداث كارثة إنسانية قد تودي بحياة العديد من الأشخاص نتيجة عدم توفير رقابة محكمة من قطاع السكة الحديد على منافذ القطارات
أو مساعدة العاملين منعا لما يتعرضون له من بلطجة يومية. أمل صالح، تلفزيون النهار. قال سيد عطا رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم وصل إلى ما يقرب من 80,000 طالب وطالبة من إجمالي 100,000 طالب مقيد بالمرحلة الأولى. وأضاف عطا أن الأحد المقبل سوف يشهد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وموعد المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي مؤشرات حتى الآن، وأن ما يتردد عن تحديد نسب القبول النهائية بالكليات غير رسمية. الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وافقت على زيادة مخصصات دعم شراء المغازل المحلية لمحصول القطن لتصبح 350 جنيها للقطنار بدلا من 200 جنيها، على أن يتم التعاقد على هذه الكميات قبل العاشر من شهر أغسطس المقبل. وقال الوزير إن القرار يستهدف دعم الفلاح وتشجيع الصناعة المحلية على استخدام القطن المصرية إلى جانب تشغيل القطاقات الإنتاجية بمصانع الغزل. قال الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري إنه تم عقد اتفاق ثلاثي مع وزارتي الإسكان والبيئة يعد الأول من نوعه للتصدي لمشكلات التلوث في نهر النيل والمجاري المائية وتحسين ومعالجة المياه في المصارف من خلال استراتيجية شاملة يتم تنفيذها على مراحل بالتنسيق والتعاون بين الوزارات الثلاث. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تجري حاليا مفاوضات مع وفد من شركة سوناتراك الجزائرية لاستكمال الإجراءات النهائية الخاصة باستيراد مصر للغاز الجزائري المسال. وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاكس المهندس خالد عبد البديع إنه تم عقد جلسة مباحثات مشتركة مع الوفد التجاري الجزائري الذي يزور مصر في الوقت الحالي لمناقشة النواحي التجارية والكميات والأسعار استكمالا للمفاوضات التي تمت في الجزائر مع مسؤول الشركة الشهر الماضي حول الإجراءات التنفيذية لاستيراد الغاز من هناك. للمرة الثانية خلال أسبوع ضرب زلزال متوسط محافظة السويس في الساعة 5:43 فجر اليوم وشعر به سكان القاهرة. وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن قوة الزلزال بلغت 4 درجات و2 بمقياس ريختر، مشيرا إلى أنه لم يرد للمعهد حدوث أي خسائر في الأرواح أو المباني حتى الآن. وإلى حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارة على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة. بدرجات الحرارة تنتهي أخبارنا، وقبل الختام تذكرة بعناوين النشرة. الغرب يكثف زيارته للقاهرة بحثا عن وقف إطلاق النار في غزة. بعد يومين من الإنكار، الاحتلال يعترف بفقدان أحد جنوده في القطاع.
الاتحاد الأوروبي يعلن تقرير مراقبة انتخابات الرئاسة ويبحث في القاهرة انتخابات البرلمان. نهاية نشرة الأخبار من تلفزيون النهار، شكرا لكم وإلى اللقاء.